ايه من متاخر كده يا بطه؟ ابعد عني يا تامر، مش وقتك على يا بنتي. انا الحق علينا واطمن عليكي. خليك في حالك. ماشي يا ستي، خليني في حالي. اركبي بقى عشان اوصلك. شكرا يا بنتي. بلاش جنان، ما انت شايفه الجو عامل ازاي. وبعدين المنطقه بتاعتنا مليانه عيال شمال، وانا اللي هقول لك حد يتعرض لك كده ولا كده؟ وبص حرفها من نايبه. تعالي بقى وانت صاروخ كده باللي انت لابساه ده. والله وانت بقى ان شاء الله لا تحافظ عليا من عيال الشمال. كنت حافظت عليا من نفسك الاول، ولما انت فرحه وجاي بتسقم عليا. اعمل ايه يا بت؟ من الاخر انا هموت عليكي. بدل ما بدل بقول لك ايه؟ خد العربيه اللي امك جايبها لك وامشي من هنا. وده الوعيد الصغير اللي دخل المنزل يتمر. عليا النعمه، موجود في طوعك الحامي ده، عارفه؟ خربشتك دي ممكن تخلينا نعمل احلى شغل مع بعض. دليل ادب وحيوان. خد يا ندى بس لما اقول لك.